السلام عليكم شباب، إن شاء الله اليوم راح نتكلم عن تطبيق الثاني من تطبيقات الـ ArcGIS. التطبيق راح يتكلم عن كيف أنا بدي أحسب الكثافة السكانية لحي أو لمنطقة، وكيف أنا بدي أعمل ترميز حسب هذه الكثافة. يعني إحنا في التطبيق الأول إيش سوينا؟ عملنا ترميز حسب نوع، حسب النوع، حسب اللاند يوز للمناطق، منطقة زراعية وصناعية أما اليوم راح نعمل ترميز حسب الكمية، حسب الكثافة. يعني أنا هعمل تدرج لوني في الخريطة بين لي من المناطق الأعلى كثافة للمناطق الأقل كثافة. إن شاء الله كل هذا راح نشوفه اليوم في التطبيق. أول شيء يا شباب، أنا بدي أضيف الملف اللي أنا بدي أشتغل عليه. هومورك 2 أنا عملته، بدي أضيفه على البرنامج. بعدين يا شباب بدي أضيف قاعدة بيانات جديدة جوا التطبيق، جوا البرنامج. فلقيت يا شباب أنا بدي أعمل إعادة تسمية إلها، بدي أسميها هومورك 2 مع رقمك الجامعي يا شباب. يعني بتكتب هومورك 2 وجنبه رقمك الجامعي. لقيتها يا شباب. بعد هيك بدنا نفتح الآر كتالوج. بدنا نفتح على الداتا البيانات اللي احنا اعطيناكم اياها. رح نلاقي في عندي طبقه شيب فايل، هيها من تراك ايش اسمه، وطبقه وجدول كمان معانا. هذه الشيب فايل عباره عن ايش؟ بيانات مكانيه. وفي عندي جدول عباره عن بيانات وصفيه لتراك بوبيوليشن. هذول التنتين بدي انسخن واحطهم وين؟ في الداتا تبعتي. بعدين ضغط في الارك كاتالوج. هيك يا شباب، هيك فتحت البرنامج. بدي اروح انا ايش؟ اضيف الداتا. هي الداتا في هوم ورك 2، بحددها وبعملها ايش؟ اضافه. قلنا يا شباب الاكتراكت هذا عباره عن ايش؟ قلنا شيب فايل، وهي عباره قلنا عن ايش؟ عن بيانات مكانيه. ليش قلنا مكانيه؟ لانه هذه لها احداثيات يا شباب. يعني هذا مخطط له احداثيات. لو تطلع في البرنامج هان بيديك الاحداثيات كل ما انت بتتحرك. يعني هان احداث، يعني هان كل ما تتغير بيديك احداثيات. فهذه له احداثيات، فهذا بنسميه ايش؟ بيانات ايش؟ مكانيه. اما الجدول هذا فهو عباره عن بيانات ايش؟ وصفيه يا شباب. لقيت يا شباب لو فتحنا الجدول تبع البيانات رح نلاقي ايش معطينا. رح نلاقيه معطينا الشيب لينكت والشيب الشيب اريا، يعني مديني مساحه كل حي، كل منطقه مديني مساحتها. طب انا بدي احسب الكثافه السكانيه. انا بلزمني عشان احسب الكثافه اني انا بدي اجيب ايش؟ بدي الاريا وبدي عدد السكان. تمام. انا لقيتها، بدي افتح اول شيء اضيف فيلد جديد للكثافه. بسميه population density. تمام يا شباب. وبدي احدد نوع، يعني ممكن يكون انا بدي رقم قصير، بدي رقم طويل، بدي انا يكون البيانات عباره عن تكست، انا بدي اياه رقم صحيح طويل. بعدين يا شباب هيضاف لي يا شباب فيلد ليش؟ للكثافه اللي انا بدي اياها. تمام. هلقيت ايش بدي اساوي؟ بدي يا شباب انا هلقيت الاريا وبدي التعداد السكاني. الاريا عندي، اما التعداد السكاني يا شباب هذا غلط، ما بنستخدموش. ايش بدي اساوي؟ بدي اروح على الجدول هذا. هي التعداد اللي انا بدي اياه، البوبيوليشن. طب انا لقيت كيف بدي اربط هذا الجدول بالجدول
بالجدول الثاني في عندي التراكت اي دي، راح نلاقيه متشابهات يعني بين هذا الجدول ونفس هذا الجدول. تمام يا شباب، يعني نفس الاشي، فبربط بينهم. فايش بساوي؟ برجع على التراكت هذا، بضغط بالزر اليمين، في ايش؟ جوينت، بضغط على جوينت. قلت انا ايش بدي اعمل؟ ربط على اساس ايش؟ التراكت اي دي. تمام يا شباب، اقدر اضيف لي الجدول الثاني يا شباب، يعني صار عندي الجدول هذا جاهز. قلت ما علي ان ايش؟ اني بدي احسب الكثافه السكانيه. طب كيف انا بدي احسبها؟ عادي بضغط على الفيلد في الزر اليمين، وفي حاجه اسمها فيلد كالكوليشن. لقيت يا شباب انا ايش بدي احسب؟ قلنا بدي احسب اول شيء عدد السكان تقسيم ايش؟ تقسيم مين؟ المساحه الشيب اريا. لكن لقيت الاريا اللي معي انا بالميل المربع، طب انا بدي احولها للمتر، فبدي اقسمها على رقم ثابت. فبفتح قوس انا، احط قسمه تقسيم 2 7 8 7 8 400، بسكر. اللابتوب شويه بعلق عندي. تمام يا شباب، لقيت الجهاز هي البرنامج حسب لي قد ايه الكثافه عندي في كل منطقه في كل حي. طب انا هذه بدي اعمل، لقيت ترميز يعني حسب ايش؟ الكثافه. فبدي اجي على الطبقه بالزر اليمين بروبرتيز، اللابتوب شوي بعلق. اجي ادج على ايش؟ على السمبولوجي. احنا المره اللي فاتت عملنا على اساس الكاتيجوري، لكن اليوم على اساس ايش؟ ان نعمل كوانتيتي على حساب القيمه يا شباب. طب انا بدي اعمل على اساس ايش؟ قلنا قلنا على اساس ايش؟ الكثافه السكانيه. طيب هل لقيتها انت ايش بدك التدريج؟ بتختار منها نوع التدريج اللي انت عايزه. انا اخترت بقول هذا التدريج. تمام يا شباب، لقيت كمان انت بدك قد ايه عدد التدريج، يعني لو بدك اياه اكثر كمان بالزاوله. بعدين بتحط موافق، ظهر لك هيك يا شباب ترميز حسب الكثافه يا شباب. لقيت عندنا المناطق الغامقه هي مناطق اكثر كثافه من المناطق الفاتحه. طب هل قلت انا بدي اظهر قيم الكثافه على كل حي على كل منطقه؟ بدي اجي كيف يا شباب؟ كمان بالزر اليمين ليبل فيوتشر، بنلاحظ انه اظهر لي ايش؟ اظهر لي الاي دي يا شباب، ما اظهر ليش الكثافه. فايش بدي اساوي؟ نفس الشيء بدي ادخل على بروبرتيز على ليبل، بعدين بدي اختار هان بدال الاي دي بدي اختار ايش يا شباب؟ الكثافة. وينها؟ بعدين بعص موافق.
يعني يا شباب أظهر لي كثافة كل منطقة. هيك بكون احنا خلصنا الملف يا شباب. لقيت انا لازم لما احفظ يا شباب اقدر على هذه النقطة، لان بتصل مرات الملفات عندي فيها مشكلة. تضغط على هذا صح، وكمان يا شباب لما تعمل سيف از بتحفظ الملف انت ايش اشتغلت، ما تحفظليش اياه على الملف، يعني اتاكد انك انت حافظ على الملف اللي احنا شغالين عليه. تمام يا شباب، لقيت الله يعطيكم العافية. يلا الله يعطيكم العافية يا شباب.